بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله الدرس الأول من المفهوم الثالث والأخير في الوحدة الثانية. اسم الدرس مقارنة التغيرات في المادة. تعالى كده نتكلم لما يحصل تغير في المادة بيحصل إيه؟ عند حدوث أي تغير في خصائص وصفات المادة، إيه اللي بيحصل؟ قال لك الكتلة تظل ثابتة ولا تتأثر بهذا التغير. يبقى التقل او الكتله بتاعه الماده بتفضل ثابته. ويمكن احداث تغير فين؟ في بعض خصائص الماده بعده طرق. ازاي اقدر اغير خصائص الماده؟ قال لك لو انت غيرت درجه الحراره، يعني انت جيت على ماده طبيعيه ورحت قعدت تسخن فيها، طب ما طبيعي اثر الحراره ياثر على صفاتها، او قعدت ابرد فيها وعينها في الفريزر، طب ما طبيعي أثر البرودة يأثر على صفاتها. يبقى التغير ده بيشمل مين؟ الحالة الفيزيائية، ويغير شكلها ولا يغير كتلتها. طب إيه الدليل على كده؟ لو أنا معايا مية وحطيتها في الفريزر، يبقى إيه اللي هيحصل لها؟ هتتحول من حالة سائلة لحالة صلبة. يبقى شكلها اتغير؟ آه، ولكن التقل بتاع المية هو هو، لا تتغير الكتلة يا ولاد. اديني مثال كمان. عند تعرض حلوى مثلجة لحرارة الشمس، طلعت مثلا ايس كريم، طلعته منين؟ من التلاجة او من الفريزر وحطيته في الشمس، ايه اللي هيحصل له يا جماعة؟ تتغير حالته الفيزيائية ويتحول من الايس كريم الصلب الى حالة سائلة، وبالتالي مين اللي اتغير؟ شكله، ولكن كتلته هي هي، التقل بتاعه هو هو. يبقى تحولات المادة من حالة لحالة يؤثر على الشكل ولا يؤثر على الكتلة. مثال: انصهار المادة، يعني المادة ساحت بالبلدي، انصهار يعني حاجة ساحت، هي عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. طب اديني مثال. عند وضع كمية من التلج على اللهب وكمية أخرى مساوية ليها بس بعيدا عن اللهب، نلاحظ ايه؟ انصهار التلج الموضوع على اللهب بيبقى اسرع من التلج الغير معرض للهب. يعني انت جبت التلج خرجته من الفريزر، مرة حطيته على البوتاجاز ومرة سبته في الهواء، مين اللي هينصهر بسرعة؟ اللي على البوتاجاز من اثر الحرارة الشديدة. يبقى كلما ارتفعت درجة الحرارة يا ولاد تنصهر المادة بشكل سريع. فتحول التلج عند تغير درجة حرارته من حالة صلبة إلى حالة سائلة يغير مين؟ يغير شكله ولا يغير كتلته أو تقله. طيب إيه كمان من طرق التغيير في خصائص المادة؟ إن أنت تخلط المادة بمادة أخرى. يبقى عندنا كم سبب؟ سببين. يجي لك سؤال يقول لك ما هي طرق التغيير في خصائص المادة؟ بتغير خصائص المادة بسبب ايه وايه؟ نمرة واحد، انصهار المادة. نمرة اتنين، خلط المادة بمادة اخرى. لما تخلط المادة بمادة تانية يبقى انت بالتالي تغير حالتها الفيزيائية، يعني بتغير شكلها ولكن لا تغير كتلتها. طيب خلط المادة بمادة اخرى عايز مثال عليه. قال لك لو انت خلطت اللبن مع عصير الجوافة، ايه اللي هيتغير؟ اقول له نمره واحد الطعم هيتغير، اما اشرب لبن لوحده مش زي اشربه مع فراوله. طب ايه كمان؟ اللون هيتغير، اللبن لوحده ابيض، طب لما اخلطه مع فراوله هيبقى ابيض محمر او احمر مبيض، يبقى كوكتيل من اللونين الاحمر والابيض. يبقى اللي اتغير اللون وكمان الطعم. اللون والطعم دي يا ولادي اسمها خصائص فيزيائيه، ولكن التقل والكتلة لا تتغير، لأن كمية اللبن اللي قبل الخلط هي كمية اللبن بعد الخلط، كمية عصير الفراولة قبل الخلط هي كمية العصير بعد الخلط. تعالى نشرحهم هنا مع الرسوم. عند تعرض الحلوى المثلجة زي الآيس كريم لحرارة الشمس تتحول من حالة صلبة إلى سائلة، طب مين الخصائص اللي اتغير؟ الشكل والحالة. ومين اللي ما اتغيرش؟ الكتلة. وادي الايس كريم بعد ما ينصهر ويسيح بسبب اشعه الشمس. طيب الخلط بتاع الماده الاخرى، خلط اللبن مع عصير الفراوله او شوكولاته او جوافه، ده يغير خصائص زي اللون والطعم ولا يغير الكتله؟ وادي اهو بص كده
ادي شوكولاته، ادي لبن، ادي فراوله، شوف كل واحد له لون، احمر ابيض بني، صح؟ طب لو عملت خليط، لا اللون يختلف. تعالى لي سؤال، ماذا يحدث؟ ايه اللي يحصل لكتله الماده لو انا سخنتها او بردتها او خلطتها مع ماده اخرى؟ ده بيسال على مين يا جماعه؟ على الكتله. اقول له اطمن، الكتله لا تتغير لانها تعتبر من الخصائص التي لا تتاثر بحدوث تغيرات في الماده. الماده مهما اتغيرت التقل ملوش دعوه بالخلط. طب اديني مثال عشان افهم. لو معاك 400 جرام لبن ومعاك 100 جرام عصير فراوله، عارف الاجمالي يبقى كام؟ يبقى 500 بعد الخلط. اذا ال 400 موجودين وال 100 موجودين، بدليل جمعهم بقوا 500. علل ليه ترك الايس كريم معرض للشمس بشكل مباشر بيحوله لسائل. اقول له سهله، لان حراره الشمس بتزيد من درجه حراره الايس كريم فينصهر ويتحول الى الحاله السائله. طيب تنصهر الماده اسرع كلما ايه درجه الحراره؟ اقول له سهله، كلما ارتفعت درجه الحراره. يضع البائع الشوكولاته داخل الثلاجه لكي يحافظ عليها في الحاله مين؟ في الحاله الصلبه، عشان ما تسيحش وتنصهر. تعالى نتكلم دلوقتي عن جسيمات المادة. يا مستر مش خدنا الجسيمات قبل كده؟ أيوة. أمال هنتكلم الوقت عن إيه؟ عن جزء مرتبط بالحالة مع تغير درجة الحرارة. تتكون المادة من إيه؟ من جسيمات متناهية الصغر، وجسيمات المادة دي في حالة إيه؟ في حالة حركة مستمرة، وعندما تمتص المادة طاقة حرارية أو ضوئية. يعني المادة جالها حرارة أو جالها ضوء، إيه اللي يحصل؟ ألاقي الجسيمات اتحركت واهتزت بشكل أسرع بسبب الحرارة اللي جت، والطاقة الحرارية لو زادت التي يمتلكها الجسم نلاقي ملمسه بقى أكتر سخونة. زي أي مادة، أي مادة قبل التسخين حالة معينة، طب بعد التسخين بتلاقي سخنة، أو ده دليل على إن الجسيمات اتحركت واهتزت بشكل أسرع وبقت أكتر سخونة. ليه؟ لأن درجة الحرارة تعريفها هي مقياس لمقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة. الجملة دي تعريف مين؟ تعريف درجة الحرارة يا أولاد، مهمة جدا، هي مقياس لمقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة. وكل ما الطاقة اللي اكتسبتها المادة زادت، حركة الجسيمات واهتزازها ودورانها يزداد أيضا. مش بس كده، ويزداد ملمسها سخونة فتتحول من حالة إلى حالة أخرى. جميل جدا. يلا نختم درسنا بأسئلة الدرس. أول سؤال بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ ومعانا يا ولاد 5 جمل. الجملة الأولى بتقول الجسيمات التي يتكون منها مسمار من الحديد ساكنة لا تتحرك. الإجابة إيه؟ الإجابة طبعا خاطئة، هي مادة صلبة تتحرك حركة اهتزازية في مكانها. عند تبريد الآيس كريم في فريزر الثلاجة بتقل كتلته. أقول له غلط، تظل كتلته ثابتة. تتحول حالة المادة الصلبة إلى سائلة بشكل أسرع لو انخفضت درجة الحرارة. أقول له من صلبة لسائلة، يعني من ايس كريم متلج لسائل لو انخفاض؟ لا غلط، لو ارتفاع درجة الحرارة. عند تعرض المادة لفقد حرارة، كلمة اكتساب يعني سخنت، كلمة فقد حرارة يعني بردت. لما تبرد المادة تتحرك جسيمتها بشكل ابطأ. الاجابة صحيحة يا ولاد، فقد الحرارة يعني برودة، يخلي الحركة بطيئة. الحرارة صورة من صور الطاقة اللي بنستخدمها يوميا. طب بنستخدم الحرارة في ايه يا جماعة؟ في التدفئة وطهي الطعام. الجملة صحيحة ومهمة وبتيجي اكمل، اقولها تاني، نستخدم الحرارة في ايه وايه؟ في التدفئة وطهي الطعام. السؤال التاني يا جماعة 4 نقاط اختار. النقطة الاولى بتقول تحول المادة من صلبة الى سائلة، ده يسمى عملية إيه؟ أقول له استنى أما أجيب مثال. صلبة زي التلج، سائلة زي المية، من تلج المية، يبقى دي اسمها عملية إيه يا جماعة؟ ساحت، ما دام ساحت يبقى اسمها عملية الانصهار، والاختيار نمرة جيم.
يحدث جميع ما يلي لو سخنت المادة ما عدا مين؟ مين الحاجة اللي لو سخنت المادة ما تحصلش؟ فكر كده وقول لي الإجابة إيه؟ إيه اللي يحصل لو سخنت المادة؟ تهتز الجسيمات بشكل أسرع؟ يصبح ملمسها أكثر سخونة؟ أيوه. تزداد الطاقة الحرارية؟ أيوه. تقل سرعة الجسيمات؟ لا غلط، تزيد سرعة حركة الجسيمات. دي الجملة الصحيحة. النقطة اللي بعدها، عند خلط 1 كيلو جرام من السكر يا لانا مع 4 كيلو جرام دقيق، يبقى كتلة المخلوط الجديدة تبقى كام يا ولاد؟ برافو عليكم كل اللي قال. ناخد الإجابة بقى، تبقى 5. أجمع 1 مع 4 يبقى الخليط الجديد 5. يتحول الزبد إلى الحالة السائلة، من السائلة إلى الصلبة. الزبدة السايحة بقت زبدة صلبة عندما يفقد الطاقة برافو عليك، الطاقة الحرارية. دايما الاكتساب والفقد في الطاقة الحرارية. نيجي للسؤال الثالث، والسؤال الثالث أكمل مع اختيار من كلمتين. عند تسخين الشمع حتى ينصهر، يبقى التغير اللي حصل حصل فين؟ أقول له حصل في الشكل، كان شمع صلب بقى شمع سايح، إنما الكتلة زي ما هي. تتحرك جسيمات المادة بشكل أسرع عندما تمتص طاقة جسيمات المادة بتتحرك بشكل أسرع لو جالها طاقة إما حرارية أو ضوئية. مين اللي موجود؟ الضوئية. عند تسخين قطعة ذهبية ذهب لحد ما تسيح، فإن كتلتها أقول له لا تتغير، الكتلة لا تتغير وتظل ثابتة. تنصهر قطعة الشوكولاتة عند تعرضها لحرارة الشمس بشكل أقول له بشكل أسرع من انصهارها بعيدا عن حرارة الشمس. جميل. النقطة اللي بعدها، السؤال الرابع، بيقول ما اسم العملية التي تحدث للتلج؟ التلج كان مادة صلبة، لقيناه هنا بقى سائل، يبقى اسم العملية اللي حصلت للتلج عملية ايه ولاد؟ برافو عليك، التلج ساح ساح، يبقى عملية الايه؟ الانصهار. بنقولها بالبلدي ساح، لكن باللغة العربية الانصهار. كيف نحافظ على التلج في الحالة الصلبة؟ أقول له وضعه دائما فين يا جماعة؟ في فريزر الثلاجة. وضعه دائما في فريزر الثلاجة. كلنا عارفين إن الآيس كريم ما ينفعش حتى يتحط في الثلاجة العادية، لابد من الفريزر نفسه. بكده يا ولاد خلصت حلقتنا وخلص درسنا الأول، مقارنة التغيرات في المادة، أول درس في المفهوم الثالث من الوحدة الثانية والأخيرة.